طريق عبد الوهاب صليلي يلعبها علي عبد الوهاب راسيه توصل تنحط الله الله العنيزان الكابيتانو يتكفل بتسجيل اول الاهداف وتوقيع اول الكرات في مرمى نادي الجهراء اذا كان الهدف لونه ازرق الاول عن طريق العنيزان عن طريق ركنيه ملعوبه من عبد الوهاب والراسيه اتت في خط سته شوف الراسيه مش من مشعل الشمري لعبها على طول لقى العنيزان في موقف يعني ما قراها صح العنيزان كانت تميرة جميلة الكرة ملعوبة الرشيدي يلعب <ال <little> الرشيدي الله 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 في المباراة الماضية مع كاظمة ما قلت لك هو هو لكن في هذا اللقاء اقول لك هو 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 هو, هو, هو الرشيدي اللي تحت اقدامه تكمن الخطورة اذا الرشيدي يتكفل باخراج كاظمة بهدف وبعد ذلك راشد المطيري والخطا يتقدم راشد يلعب الله الدقايق المجنونه وراشد المطيري راشد المطيري يمطر مرمى آه نادي الجهراء بالحزن ويخطف الفرح ويخطف البطاقه الاخيره الى نصف النهائي ويحيي مدرب جمال القبندي اذا اذا الورقه الرابحه اتت عن طريق راشد المطيري